بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جائزة الملك فيصل العالمية 40 عاما وهي ترعى الفكر وتكرم العلماء، 40 عاما وهي تقدم للبشرية دراسات فكرية وبحوث علمية جميعها خدمة للإنسانية. جائزة الملك فيصل العالمية تصنف أنها من أوائل الأوائل على مستوى العالم رغم ما سبقها وما تلاها من جوائز، كيف لا وهي تحمل اسم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. مشاهدينا الكرام، يشرفنا يكون معنا في هذا اللقاء الخاص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة الجائزة. مرحبا بك سمو الأمير. يا أهلا وسهلا بكم، وشكرا لقبول الدعوة وتحت هذه الفرصة للقاء برامجك. أهلا وسهلا بكم، وأشكركم على اهتمامكم بالجائزة وبالمؤسسة. واجب أن نطال عمرك سمو الأمير. انطلاق فكرة جائزة الملك فيصل العالمية عام 1979 كيف كانت؟ هي الحقيقة الفكرة كانت يعني سبقت هذا التاريخ، لأنه بعد وفاة الملك فيصل رحمه الله اجتمع أبناء الملك فيصل وورثة الملك فيصل وقرروا إنشاء مؤسسة باسم الملك فيصل تكون مؤسسة خيرية والأولى من نوعها. نعم. يعني ليست جمعية خيرية وإنما مؤسسة لها نظامها الخاص، وهي أول مؤسسة خيرية يصدر نظامها بأمر ملكي. نعم. وكان نظامها مختلف جدا، وهي لا تعتمد على التبرعات السنوية وإنما تعتمد على رأس مال خصص لهذه المؤسسة. نعم. يستثمر ومن ريعه يصرف على نشاطات المؤسسة وعلى إدارتها. نعم. وهذه كانت فكرة جديدة للمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، والحمد لله أنها نجحت نجاح باهر، لأنه بعدها أقيمت كذا مؤسسة على نفس النمط. نعم. الجائزة بالصدفة طرح موضوعها في نفس العام الذي أنشئت فيه المؤسسة. نعم. وهي بعد وفاة الملك فيصل بسنة تقريبا رحمه الله. كنا في جدة، وحضرتنا مع سمو الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله الذي كان رئيسا لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وبصفتي كنت مديرا عاما في ذلك الوقت. نعم. للمؤسسة، فعملنا لقاء صحفي للتعريف بالمؤسسة. نعم. وكان يعني المقصود من اللقاء هو التعريف بالمؤسسة. نعم. ونشاطات وماذا سوف تقوم به من نشاطات. نعم. وكنت أجلس بجانب الأمير عبد الله الفيصل، وكان يتحدث عن المؤسسة وعن نظامها وعن فكرتها، وفوجئت وأنا بجانبه وإذا به يقول: وسوف تقيم هذه المؤسسة جائزة تنافس جائزة نوبل. في ذلك أنا دهلت يعني في المؤتمر. في المؤتمر. نعم. لم أكن مستعدا لهذا الموضوع. نعم. ولكنه يعني كانت مبادرة من الأمير عبد الله الفيصل حقيقة. نعم. بأن المؤسسة سوف تقوم بهذا، وفعلا أول عمل قامت به المؤسسة هو وضع نظام لهذه الجائزة باسم الملك فيصل، وكانت أول جوائز أقيمت كانت لخدمة الإسلام والأدب العربي ودراسات العربية الإسلامية. الدراسات الإسلامية. نعم. وحضر الجائزة وقدم الجوائز الملك خالد يرحمه الله في فندق في أول حفل. نعم. وكان هو أول الفائزين بالجائزة. نعم. بجائزة خدمة الإسلام. نعم. رحمهم الله جميعا. سمو الأمير، المبادئ التي قامت عليها الجائزة؟ هي الفكرة كانت هي يعني أن نقيم عمل يحيي ذكرى الملك فيصل بن عبد العزيز، مع أنه الملك فيصل لا يحتاج إلى مؤسسة ولا يحتاج إلى جمعية أو مشاريع لتذكر الناس به، فموقعه من التاريخ معروف. نعم. ولن ينساه التاريخ أبدا، ولكن شيء كان في نفس
ورثة الملك فيصل يريدون أن يتقدموا به. فقدموا هذه المؤسسة وتبرعوا هم يعني بأول تبرع للجائزة للمؤسسة لإقامة المؤسسة، وخصصوا ثلث تركة الملك فيصل لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رحمه الله. فكانت من أول الأعمال إقامة بها المؤسسة هي الجائزة ومركز الدراسات والبحوث الإسلامية. نعم. الذي يرأسه الآن لم يترك الفيصل. نعم. سمو الأمير، أنت في إحدى كلماتك تقول أنه أو في الحفل الأول للجائزة، في الكلمة التي ألقيتها، أنه الجائزة قامت على مبادئ التي كان يؤمن بها صحيح. الملك فيصل رحمه صحيح. الله. فهذه انتهجت في الجائزة. الملك فيصل. نعم. كان ملكا عظيما، وكان قائدا إسلاميا كبيرا، وكان شخصية مرموقة عند العرب وعند المسلمين وفي العالم أجمع. نعم بالتأكيد. ولكنه تميز في وقته بأنه أراد أن يؤصل المنهج الإسلامي في الحكم. نعم. وهذه كانت يعني استمرارا لما بدأه والده الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه أسس المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ، فقد وحد البلاد على التوحيد، يعني الوحدة قامت على التوحيد. نعم. والملك عبد العزيز وبعده الملك فيصل اختاروا القرآن والسنة كمنهج كدستور للمملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي دستورها القرآن والسنة. نعم. هذا النهج وهذه المبادئ وهذا التوجه كان يعني يلتزم به الملك فيصل رحمه الله امتدادا لما كان عليه والده الملك عبد العزيز. نعم. سمو الأمير، إذا إلى مسمى الجائزة، جائزة الملك فيصل العالمية، مدى ارتباط الجائزة باسم الملك فيصل؟ هل هذا ساعد في انتشارها عالميا؟ صحيح. يعني جائزة الملك فيصل، وعلى فكرة احنا ابتداء من هذا العام حذفنا العالمية، لأنها أصبحت عالمية ولم يعد لنا حاجة لذكر ذلك، فأصبحت الآن مسماها جائزة الملك فيصل فقط، جائزة الملك فيصل، لأنها أصبحت عالمية. فاسم الملك فيصل يعني من العوامل التي شهرت هذه الجائزة. نعم. كان الاسم الملك فيصل منذ البداية. نعم. وفي ذلك الوقت حينما بعد الأحداث التي مرت بالعالم العربي والإسلامي، وكان رائد التضامن الإسلامي رحمه الله، فكان اختيار الجائزة باسمه يعني كان له صدى كبير على مستوى العالم ولا زال إلى الآن. سمو الأمير، الجائزة مرت بمراحل التأسيس ثم الفروع الثلاثة ثم أضيف لها فرعان. لو تحدث سمو الأمير كيف يعني اخترتم الفروع الاثنان، الطب والعلوم؟ بدأناها احنا بثلاثة فروع، اللي هي خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي. فأردنا أن نوسعها لأن تشمل جميع أنواع العلوم، فاخترنا مسمى العلوم والطب لتكتمل يعني. والعلوم، جائزة الملك فيصل للعلوم تحتوي على كل أنواع العلوم، والطب طبعا على كل أنواع الطب، فأصبحت بالفعل عالمية، وأصبحت بالفعل تغطي جميع المجالات. نعم. الثقافة والفكر والدراسات، وهي تتميز كذلك بميزة ربما انفردت بها الجائزة عن كل الجوائز العالمية، وهي حياديتها. نعم. يعني المؤسسة، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، لا تتدخل في الاختيار ولا في الترشيح، ولا الجائزة تتدخل في الاختيار ولا الترشيح. يعني الترشيح يأتي من قبل المؤسسات العلمية. نعم. والثقافية في العالم، ولا يقبل أي ترشيح من قبل حزب سياسي. نعم. أو جهة سياسية أو وزارة أو دولة، فقط ترفض تماما. نعم.
الترشيح يجب أن يأتي من مؤسسات علمية ثقافية مستقلة. نعم. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الاختيار كذلك، يعني الترشيح يأتي من ناس من جهات مستقلة، والاختيار يأتي من قبل لجان عالمية. يعني نعم. نحن نختار أعضاء اللجان، أعضاء الاختيار من جميع أنحاء العالم، من الشرق ومن الغرب، من العرب ومن غير العرب، ومن المسلمين ومن غير المسلمين. نعم. ولا يتكررون دائما، يعني كل سنة أو سنتين أو ثلاثة بعضهم لابد أن يتغير بعضهم. نعم. ويأتي بجديد. ولا نتدخل نحن، يعني ليس هناك شخصية تتدخل في لجان الاختيار أو لجان الترشيح، سواء من المؤسس الملك فيصل أو حتى من الدولة أو من الجائزة نفسها أو حتى من الدولة، يعني من لا أي دولة في العالم لا تتدخل. نعم. والجائزة نفسها لا تتدخل، الإدارة إدارة الجائزة لا تتدخل، والمؤسسة لا تتدخل. نعم. سمو الأمير، عدد كبير من فازوا بجائزة الملك فيصل فازوا بجائزة نوبل، وبعضهم بنفس البحث ولكن بعد 20 سنة أو 15 سنة. نعم. هذا ماذا يمثل لجائزة الملك فيصل؟ هذا يمثل صدق هذه الجائزة. نعم. صدقية الجائزة وحياديتها. نعم. يعني يعترف العالم أجمع بحيادية جائزة الملك فيصل وصدقيتها. وقد أخبرني أحد الذين فازوا بالجائزة، بجائزة الملك فيصل العالمية، وفازوا بعدها بجائزة نوبل. وقد أتى مرة كعضو في لجان الاختيار وقال لي: حضرت الجائزتين وصدقني جائزتكم أكثر احتراما من نوبل. جائزة الملك فيصل. نعم. كان هناك جامع الأزهر كان أول مؤسسة تفوز بجائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام. لا، أول خدمة الإسلام فاز بها الملك خالد. لا، كأول مؤسسة. مؤسسة. نعم. وهناك أعتقد فيها نساء كمان فازوا. نعم. من 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 الأشياء الغريبة اللي مرت علي في الجائزة هذه إنه امرأة مسيحية إنجليزية فازت بجائزة الدراسات الإسلامية. عجيب. واستلمتها من يد الملك. في الدراسات الإسلامية. في الدراسات الإسلامية، سيدة. نعم. إنجليزية مسيحية من إنجلترا. وهذا يعتبر من حيادية الجائزة، وأنه لا يفرق بين لون أو عرق أو جنسية أو حتى دين. سمو الأمير، هذه البحوث الفائزة بالجائزة كيف كان إثراءها للمراكز العلمية وخدمتها للبشرية؟ لا شك أنها خدمت البشرية بصفة عامة، ولكننا نحن استغلينا كذلك هؤلاء العلماء بدراساتهم وبحوثهم. طبعا عملنا مكتبة لكل الدراسات والبحوث التي قدمت من هؤلاء العلماء، وفي نفس الوقت عندما يحضرون لاستلام الجائزة هناك برنامج يعمل مع الجامعات، جامعات المملكة العربية السعودية، لعمل محاضرات، إقامة محاضرات وندوات لهؤلاء العلماء في الجامعات السعودية، ولقاءات مع الطلبة ومع الأساتذة. نعم. فهناك فائدة كبيرة، يعني تعم الجميع في ذلك الأسبوع الذي تقدم فيه الجائزة في الرياض. نعم. يعني ليس فقط حضورهم من أجل حضور الحفل والتكريم، وإنما كذلك يكون هناك استفادة من وجودهم، اتصال ولقاءات وفائدة للطلبة وللأساتذة في جامعات المملكة العربية السعودية. سمو الأمير، نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم لنكمل هذا الحوار. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل. سمو الأمير،
رعاية ملوك هذه البلاد رحم الله من رحل وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، رعايتهم لحفل الجائزة في كل عام ماذا يمثل لكم أنتم في هيئة الجائزة وفي المؤسسة؟ والله هذا يمثل لنا شرف عظيم، ويكفي هذه الجائزة وهذه المؤسسة أن نظامها أصلا صدر بأمر ملكي من الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا كان أول تشريف وتكريم لهذه المؤسسة ولأعمال هذه المؤسسة. وعلى فكرة تخصصت أعمال هذه المؤسسة كلها في الأمور الثقافية فقط. يعني منذ البداية قرر ورثة الملك فيصل أن تكون أعمال هذه المؤسسة ثقافية، لأن لاعتقادهم ولإيمانهم بأن الأمم والشعوب والجماعات تتقدم وتتطور عن طريق العلم. نعم. أول ما يكون. فركزنا على الثقافة. نعم. وملوك المملكة العربية السعودية كلهم منذ الملك عبد العزيز مرورا بالملك سعود والملك فيصل وحتى الملك خالد الذي أمر بتأسيس هذه المؤسسة وحضر أول جائزة وقدمها بيده الكريمة. هذا يعتبر انه كل انه تشجيع وتأييد لتوجه واعمال هذه الجائزة. الملك فهد حضر المؤسسة، والملك فهد على فكرة هو الذي افتتح كذلك اول مشروع استثماري لمؤسسة الملك فيصل الخيرية اللي هو عمارة الخيرية في الرياض. نعم. وهي اول عمارة رفيعة يعني عالية من العماير العالية هذه. كانت أول البداية. نعم، أول واحدة في الرياض. نعم. يعني كانت، وكان يوم الافتتاح هذه من الأشياء اللي كانت جميلة ويجب على الرياض كلهم يهتمون بهذا الموضوع. نعم. إنه يوم افتتاح المقر ومقر المؤسسة ومقر الجائزة وأول مشروع استثماري للمؤسسة في الخيرية، لم يكن هناك طريق مسفلت الى مقر الى 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 الخيريه، عمارة الخيريه اللي هي الان خيريه كانت خارج الرياض، كانت خارج الرياض وبعيده، فاستحثينا البلديات علشان يسفلتوا لنا بس ممر واحد لسياره واحده حتى يصل بها. كان الملك فيصل الملك فهد الله يرحمه هو اللي افتتح العمارة حتى يفتتحها، وفعلا افتتحها، لكن كان ذلك حد آخر الطريق للأسفلت في الرياض. نعم. وكان رحمه الله هو أول من حضر أول مناسبة لجائزة الملك فيصل في الإعلان، حفل إعلان الجائزة كما هو موجود. لا، إعلان الجائزة كان هو أول من حضرها في المقر الجديد. نعم. لكن الملك خالد كان قبله. نعم. سمو الأمير، انعكاس هذه الجائزة على علاقات المملكة وصورتها عالميا، كيف خدمت هذا؟ لا شك أنها خدمت يعني الفكر والثقافة في المملكة العربية السعودية. نعم. ولفتت الأنظار لاهتمام الإنسان السعودي مواطنا وقيادة في هذه البلاد بالعلم وبالثقافة وبالفكر وبشتى أنواع العلوم. نعم. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنها أعطت صورة رائعة للإنسان المسلم بحيادية هذه الجائزة. نعم. يعني حيادية هذه الجائزة نقلت الصورة المشرفة للأخلاق الإسلامية وللقيم والشيم العربية والتي يؤمن بها الإنسان السعودي. صحيح. نعم. سمو الأمير، ما رأيك في حضور الجائزة في وسائل الإعلام؟ والله طبعا وسائل الإعلام المملكة العربية السعودية يعني حضورها دائم وجميل وممتاز، لكن هناك تقصير عربي وتقصير عالمي. نعم. التقصير العربي والحقيقة لا مبرر له، يعني لا أدري لماذا الإعلام العربي لا يركز على هذه الجائزة كما يركز على غيرها من الجوائز العالمية. هذه من ناحية. أما التقصير العالمي فأنا لا ألومهم، لأنه العالم الغير إسلامي والغير عربي لا يهتم كثيرا بما يفعله العرب وما يفعله المسلمون، وخصوصا
إذا كانت هذه الأفعال إيجابية. نعم. لو كانت هذه الأفعال سلبية لوجدتها بكبريات الصحف وعناوين التلفزيونات في العالم أجمع لتشويه الصورة العربية الإسلامية. أما الصورة البناءة والجميلة للإنسان العربي والإنسان المسلم فلا أحد يهتم فيها في الخارج لأنهم لا تسرهم. نعم. سمو الأمير، الأمين العام السابق الدكتور عبد الله العثيمين رحمه الله، مؤسس الملك فيصل قامت له ندوة بعنوان عبد الله العثيمين مؤرخا وأديبا. ثلاثين عام قضاها الدكتور عبد الله العثيمين أمين عام، ماذا تقول له في هذه المناسبة؟ دكتور عبد الله العثيمين رحمه الله كان من أعز الناس على نفسي، وتشرفت أنا الحقيقة بزمالة دكتور عبد الله في هذه الجائزة وفي المؤسسة لمدة 30 عام. وجدت فيه الرجل المسلم والرجل العربي السعودي والرجل المخلص لدينه ولمليكه ولوطنه. نعم. وأخلاقه الإسلامية العربية السعودية كانت راقية جدا وتمثل الإنسان المثالي. نعم. وأنا الحقيقة اعتبرته زميل وأخ، وأكثر من هذا وذاك كان بمثابة الأستاذ لي في التاريخ وفي الأدب وفي اللغة، كنت أستفيد منه كثيرا. رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. رحمه الله. وأنا أذكر في الحفل الأخير، حفل إعلان الجوائز الأخير الذي حضره، أنه لما دخل من الباب أنت قمت احتراما له وصافحته وهو على العربية. صحيح. يعني صحيح. فرحمه الله. سمو الأمير، المحور الأخير الذي سنسألك عنه، كلمتكم في الحفل تتداول بشكل واسع جدا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، وكذلك أنت ضمنت كلمتين في كتابكم الأخير إن لم فمن، كلمتين من الكلمات التي ألقيتها في حفل الجائزة ضمنتها في الكتاب. على ماذا تعتمد في كتابتها سمو الأمير؟ والله على ما أشعر به. نعم. يعني أعتمد على شعوري الخاص بالنسبة للجائزة، بالنسبة للمؤسسة، وقبل هذا وذاك بالنسبة للمملكة العربية السعودية. نعم. فالكلمة التي تقدم في مثل هذه الظروف مهمة جدا، لأنه يستمع إليها الكثير. نعم. سواء الذي يريد سماعها والذي لا يريد سماعها يستمع إليها. نعم. الذي تسره والذي لا تسره هذه الكلمة يستمع إليها. فأنا دائما أحاول أني أقول ما أشعر به. نعم. لا أكثر ولا أقل. وتتداول بشكل واسع جدا يعني. والله هذا من لطف الناس يعني، بس وقبولهم لما تقول ليه. وقبولهم لما تقول وملامستها لما يشعرون به كذلك. شكرا لك، الله يسلمك على هذا الرأي ورأيك يعني. الله يحفظك سمو الأمير. سمو الأمير، وصلنا معك إلى نهاية هذا اللقاء الذي تشرفنا به، ونشكر لك على وقتك الذي أتحته لنا. أنا اللي أشكركم بقناة السعودية، وأهنيكم كذلك على هذه النقلة وهذا التطور الذي يحدث كل يوم. نعم. في التلفزيون السعودي وفي الإعلام بصفة عامة، فتهنئة لي ولكم من القلب. شكرا سمو الأمير، وكذلك احنا نهنئكم ب40 عام على الجائزة، وإن شاء الله أعوام عديدة، وأنت كذلك بالصحة وعافية يا رب. إن شاء الله. شكرا لك، الله يسلمك. شكرا سمو الأمير. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم كرم متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.